انا شايفك ان انت قد كده، برضو. بس مسمار. قلت له كتر الف خيرك، يعني انفع هكمل ولا ممكن يتقال شكرا؟ قال هو دي، انا مش هقدر اجاوبك، مش لكن بتاعتي. انا بسم الله ما شاء الله عليك، يعني انا ما كنتش متخيل انت بقى كده. ان انت كده. لعبت تاني مباراة كان منتخب للغربية وبنلعب اللي هو البلدية والمحلة مع بعض، بس ده وكان مؤشر كويس ان انت جدا. قعدت بعد تاني اول مباراة. بعدها باربع ايام على طول او ثلاث ايام هنلاعب منتخب الغربيه، في اللي بيضم لعيبه البلديه اللي هو ولعيبه المحله اللي هم لعبوا دوري ممتاز، ايوه اكرم عبد المجيد وطلحه راغب، مجموعه كبيره جدا مش عايز انسى حد. والماتش ده لعبت مكاني، اصل لعبت ليبرو، كان اتعور هاني همام في الوقت ده، كان هو الليبرو اللي موجود، كان قديم في الفرقه وهو اللي بيلعب. خدت من هنا ثلاث مباريات او اربع مباريات انا اللي بلعب. ده منتخب الغربية، ده من السكة الحديد، دمياط كان لسه نازل وهابط من الدوري الممتاز. عملت أربع ماتشات بلعب والنتائج الحمد لله كويسة وبنكسب. فروحت سألت الكابتن عامر، كان خلاص فاضل على الدوري تقريبا أسبوعين، وفاضل على وجودنا في معسكر القاهرة أربع خمس أيام، وهنرجع قبل الدوري بعشر أيام عشان نبتدي بالكروم أول مباراة في الدوري. في الدوري. فسألت كابتن عامر، ربنا يديله الصحة يا رب، أنا فين؟ أنا هقعد ولا همشي؟ أنا فل إزاي يا ابني؟ أنت معانا كده بكل هدوء وبكل بساطة. قلت له يا كابتن، مفيش حد عمل حاجة، مفيش حد كلم مغاغة، الموضوع ما يعني مفيش حد فاوض مغاغة ولا المغاغة، احنا عايزين عماد ولا أنا كل ده كده، احنا عدينا شهر ونص وأكتر كمان من شهر ونص، مش عارف أعمل إيه. أنا مش عارف أعمل إيه، بس أنا موجود. فانا شايل هم ان حضرتك ترجعني اسوان وامشي من اسوان. فانا لو همشي من القاهره، من القاهره لمغاغه معلش ساعتين ونص او ثلاثه، من اسوان لمغاغه لا، ده انت مشوار بتعد تاني. بقى، لا اسلام ده 16 ساعه سفر، دي معاناه تانيه. ايامنا كمان وانت بتركب قطر وما تحجزش، ما تعملش حجز، لا حاجات بقى موال. دي كواليس انا بشوفها في حياتك، مش هقول اهم طبعا من اللي انت عملته فيما بعد، لكن دي من الحاجات اللي عملت شخصيه لعيب تقدر تستحمل اللي بعد كده، اللي هي اللي انت تحجز المعاناة في قطر الأول، إن ومعاناة. أنت التعب. إحنا كنا بنركب من مغاغة للأقصر الأول القطر ما يقلش عن 11 12 ساعة. من الأقصر لأسوان خط القطر شريط واحد بس ما كانش رايح جاي، كان لازم تستنى لما التاني يعدي. عدي عشان أنت تمشي. فأنت كنت بتقعد في الوصلة دي من الأقصر لأسوان ست ساعات في القطر. احنا كنا بننزل، خدنا خبرات برضو، ما انت مش كل مره سوري هي بقى هيضحك عليك، لا تنزل في الاقصر وتاخد من الاقصر لاسوان مواصلات بقى اتوبيس، حاجه تانية. حاجه تانية، بس ما تقعدش في القطر ست ساعات عشان نروح بدري عشان تلحق التمرين. ده بخلاف درجه الحراره العاليه طبعا. طب احنا بنتكلم في اسوان، يعني انا عشتها لعيب ومدرب. فافضل ذكريات بالنسبه لي، عملنا افضل ثلاث سنين وفي تاريخ نادي اسوان يا اسلام، ثلاث سنين متتاليه في الدوري الممتاز. الفترة اللي ما انت دي حصلتش هنجيلها الفترة دي، ما ولكن حصلتش في نكمل تاريخ النادي قصة بعد كابتن كده. عماد، كابتن محمد كابتن علي. عام